السلام عليكم أيها الأهل والأصدقاء والأحبة، أشكركم من كل قلبي على هذه الوقفة المشرفة. فمن حزني ووجعي وواقعي هذه المعاناة التي لا تزيد من أوجاعكم ومعاناتكم اليومية في هذا الوطن المضطهد. من قلبي المفطور على حالة ابني إلياس وكل رفقائه الأسرى وأبناء هذا البلد المظلومين المعذبين، أروي لكم هذه المعاناة وأوجاعها. من اللحظة الأولى التي وصل فيها خبر إصابة ابني إلياس فيصل الملا بورم سرطاني خطير في واختفائه في تلك الفترة، وإلى هذه اللحظة لم أكن أشعر أني لوحدي، حيث كنتم أنتم أسرتي وأهلي وأقرب الأقربون، ولم تتركوني وحدي أمام هذه الحالة الإنسانية المؤلمة التي تعبر عن مدى معاناة أبنائنا الأبرياء في سجون السلطة. لا يزال ابني يعاني من الآلام والتعب جراء العملية التي أجراها في مستشفى العسكري، ولا زلت حتى هذه اللحظة أطالب بالتقرير الطبي لكشف حالته الصحية ولكن دون جدوى. كمواطنة وأم بحرينية مظلومة ولي ولأبنائي، ولي ولأبنائي في المعتقل، وأناشد كل ضمير للتضامن معنا في هذه القضايا الحساسة مثل قضية ابني وقضية باقي المعتقلين الذين يعانون من هذه الأمراض الخطيرة، وأناشد الجميع لمساعدتنا في إيصال هذه القضايا الإنسانية إلى المسؤولين وكل المنظمات والجهات المعنية في المجتمع الدولي عن متابعة هذه الحقوق. أختكم ووالدة المعتقل إلياس فيصل الملا، وشكرا لكم.